الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الآباء والإخوة والأهل جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والتوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا. ثم بعد شكر الله نشكر أهل هذه الدار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. جميع الإخوة النعيم أحمد الشين وبدوي وعثمان وميسر وجميع الأهل والأحباب جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يسددهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، وأن يبارك لنا ولهم في المال والأهل والولد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى يمدح ويمتدح نفسه ويثني على نفسه جل في علاه، وهو أهل الثناء والحمد، أنه وحده المعبود بالحق والمستحق للعبادة، التي خلق لأجلها الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا يقول: وإلهكم، أي معبودكم الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، واحد لا إله إلا هو، لا معبود بالحق غيره، الرحمن الرحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من الآيات والبراهين الظاهرة والمشاهدة والمحسوسة والتي يعايشها الناس ما يدل على أن الله هو وحده المستحق للعبادة.
إن في خلق السماوات والأرض، ربنا خلق السماء وخلق الأرض ولم يشاركه في خلقهما أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فربنا سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى يبين للبشر وللمخلوقين من الجن والإنس وغيرهم أنه تبارك وتعالى وحده المستحق للعبادة، وأنه وحده المعبود بالحق، لأن هنالك آلهة عبدت مع الله ولكن عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي الذين تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهودا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه لم يشارك الله في تخليقنا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك والرزق والتدبير، سبحانه جل عن الشبيه والنظير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم له الملك، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. عشان كده ربنا قال: فذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه من الأنبياء أو الرسل أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو القبور أو الأضرحة أو الأصنام أو الأشجار أو كل ما هو دون الله
سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قشرة على نواة بلحة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه أعظم قضية دعا إليها الأنبياء والمرسلون، وبعث الله من أجلها الرسل وخلق لها السماوات والأرض وقسم الناس فريقين، سعداء وأشقياء، أبرار وفجار، ولها خلق الجنة ولها خلق النار. أعظم قضية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غير الله لأنها حق الله، ولأن لله صفات الكمال التي منها الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة، الرحمن وذو الرحمة الواصلة الرحيم، فعم جميع خلقه برحمته تبارك وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماء في علوها وفي قوتها وفي عدم اعتمادها على عمد، بغير عمد ترونها، وزينها بالنجوم وجعل فيها الكواكب ورفعها تبارك وتعالى، والأرض جعلها سكنا لبني آدم وجعل لهم فيها المعايش، ومنها خرجوا وفيها يعادوا ومنها يخرجوا يوم القيامة، ثم ثبتها لهم بالجبال وجعل لهم فيها، شق لهم فيها الأنهار. ربنا سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، في الطول والقصر، في الشتاء والصيف، في النهار والليل، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر، خشب جماد يمشي على سطح الماء، آية من آيات الله، بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وتصريف الرياح، الرياح فيها حياة الناس يطمئنون بها، تسوق لهم الأمطار بإذن الله، وفيها تلقيح كثير من النبات والأشجار فينتفعون بها. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ناس بيتفكروا في خلق الله وبيعترفوا أن هذه النعم من الله، وأن الله هو مسديها، وأنه هو موليها، وأنه هو الذي يستحق وحده لا شريك له أن يثنى عليه بها وأن يعبد، لأن هذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. بعد هذا أنزل الله كتبا
وبعث رسلا بأمر واحد وهو أن يعبد وحده لا شريك له، وبين وفصل في هذه الكتب من الحجج والبراهين ما يفهمه أبلد الناس فضلا عن عقلاء الناس، ومع ذلك خالف في واضحات الأمور وفي المعجزات الباهرات كثير من خلق الله. بعد النعم دي كلها في ناس كابروا، ربنا قال لهم السماء والأرض خلقتها، سخرت لكم البحر تنتفعوا منه، تأكلوا مما فيه، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وسفن ماشى، وعليه تحمل بضائع وتنقل، وأخرج من الأرض ثمرات وزروع. فاشكروا لله واعترفوا لله بهذه النعم واعبدوه. لا يريد الله منكم رزقا ولا يريد منكم مقابلا أو جزاء، لأن المخلوق الفقير لا يملك شيئا. في ناس كابروا غالطوا رب العالمين، وما جاء في القرآن الكريم من الحجج، ناس قالوا أول حاجة ربنا ما خلق السماء دي براو، طرق موجودة عندنا في السودان، تفتح كتب كثيرة، كتاب فيوض البحور المتلاطمة في شرح الراتب الكبير المسمى بالأنوار المتراكمة لختم أهل العرفان المرغني، قال أنا عرشها، واحد اسمه العيدروس قال دولي، بيقول أنا عرشها، هو عرش الله، والكرسي أنا للسماء بانيها، بنى السماء، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. تخيل مخلوق كان نطفة قذرة ويذهب إلى الحمام فيلقي العذرة ثم يصير جيفة تأكلها الدود، يتكبر على رب العالمين ويقول هو مالك السماء. دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية قال الفقراء والأولياء ماسكين المطر، ولو دار المطر تمشي للفقراء عشان يدوك المطر، تبا للأولياء ديل مطر منهم ما دايرنا، مطر ما حق طلة ما تصب لنا، وتحدي للفقراء المطر حق طلة دي امسكوها، جيبوا لكم طشاطة ها افرش العراق بتاعك امسك مطر طلة. كذاب مفتري متألي على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى تحداهم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى ينزل المطر والغيث رحمة للعباد، يجي مخلوق ينسب لمخلوق. لو ربنا سبحانه وتعالى تكلنا على ديل لضاعت علينا ولا خربت علينا الدنيا. أمسك واحد تاني شيخ الطريقة السمانية وكل الصوفية في السودان اسمه البرعي، قال ألا يا رجال الغيب، قال الغيب ده عنده رجال والغيب ده عند الله. ربنا سبحانه وتعالى نفى علم الغيب عن الأنبياء، وفي الأنبياء
عن أولهم نوح وعن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نفاه عن الجن، ثم نفاه عن الملائكة، ثم نفاه عن الصحابة. فأولئك الملائكة الأولياء لله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهؤلاء سادات الناس، وهذين الرسولين الكريمين عليهما الصلاة والسلام سيدا المرسلين، أو من النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، ونوح عليه السلام من أولي العزم الخمسة من الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، والصحابة سادة الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. ربنا قال عن الأنبياء: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. آيات واضحة. يجي يقول لك عندنا الشيخ المكاشفي كان جلس يعلم في قلبه وسوس عشان يخوفك ويرهبك ويدخل فيك عقيدة شركية، مما تجي تقعد جنب الشيخ ما يغوش عليه، يقول في قلبه كله. ولك الشيخ ده بيعلم، ربنا قال لك الأنبياء ما بيعلم. وفي آيتين في سورة الأنعام وفي سورة هود: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول لكم إني ملك، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. ده الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك نوح. الملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أدب من ملائكة الله. الجن ربنا سبحانه وتعالى قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، عن سليمان عليه السلام، إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر. الجن كانوا شغالين في عمل شاق، وسليمان عليه السلام متكئ على العصا، وهم يظنون أن سليمان عليه السلام ينظر إليهم ويراقبهم، وقد مات عليه السلام، قبض الله روحه عليه الصلاة والسلام، وهم لا يدرون. ربنا قال: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دل الجن. الصحابة ربنا قال في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الخطاب للصحابة. يجينا واحد الليلة يقول بيعلم الغيب، وديل صنفين من الناس: ديل الجوف القصايد، وتاني الفقراء والدجالين والكذابين وأم بتارة. الواحد يكذب على الحريم في البيوت بعد ما الرجال يمرقوا، ويغش النساوين، ويكون شغالات معه وحدات، يرسلين يفكهم في الحلة، في الونسة بتاعت الجبنة والزيارات. والله أنا ولدي كان عنده وذهباتي سرقوهن، وفلان داك جانا من الخرطوم كان عنده مشكلة، ومشينا ليفكي فلان ولقى لنا الذهب وعرفوا الحرامي، وقال لا ما تعرسي، والحمد لله أموره مشت. وبعد ذاك تأتي إليه ضعيفة النفس الجاهلة التي ما تعلمت العقيدة،
الصحيحة، فتعتقد في مثل هذا الكذاب الأشر المحتال الذي يعيش على الاحتيال وعلى النصب، هذا الكاهن المجرم، وقاعدين موجودين. وديل قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا الذي يزعم أنه يعرف الغيب، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أسمى جارمة كويس، يقول لك يجي يغش الناس ويذكر لهم أمور معروفة، يقول له والله أنت شكلك فيك عين، عرفتني كيف يا الفكي؟ والله بعد مرات دي بترمش كثير، ما يزول عينه بترمش كثير حاجات فيه. يقول لك افتح صورة الكهف تلقى فيها سبيبة، تمشي تفتح صورة الكهف تلقى فيها سبيبة، لأنه أكثر صورة بيقروها الناس صورة الكهف يوم الجمعة، ويوم الجمعة أصل الإنسان بيسرح وكده، بعد مرات بتقع سبيبة. فزول محتال مجرم داك يقول بالله يا أخي زول ده ما خطر، ده مجرم ساكت ما بيعلم حاجة، داري يضيع دينك أولا ثم يحتال مالك ثانيا، ويكتب للناس البخرات والمحايات والحجبات التي هي من الشرك بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى يعني العزائم الشركية، زي ما قال عبد المحمود نور الدائم في كتاب اسمه شنو زهير الرياض، قالوا بيكتبوا للزول اللي عنده حمى حجاب مكتوب فيه شنو؟ قالوا شقش اثنين عشان الحمى تروح، شقموش اثنين، العجل اثنين، الساعة اثنين عشان الحمى تروح. وبعد مرات يلفوا لك حجر ويخلوك تعلقه. فالرقى الشركية هذه من الشرك. وثانيا التمائم اللي هي الحجبات، العلماء قالوا سميت التميمة تميمة لأن العرب كانوا يعلقونها لأنهم يعتقدون أنه يتم بها دفع العين. يقول لك دي حراسة. الشافعي إلدو قبل ما يشم الهوى زي الناس يربطوا فوقه الكمون ويربطوا فوقه ورقة، الشافع، وربنا مرقوا لهم سليم من بطن أمه وحفظوا لغاية ما مرق من بطن أمه، يركبوا له ورقة برة جوا بطن أمه كان في منه في شنو؟ من الذي كان يحفظه؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فهذه التمائم من الشرك. وقد جاء عشرة رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، دارين يخشوا الإسلام. قال فبايع تسعة على الإسلام وأمسك عن واحد. قالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، لماذا؟ قال إن عليه تميمة، لأن الإسلام لا يجتمع مع التمائم ولا يجتمع مع الحجبات ولا يجتمع مع البخرات والمحايات والشركيات. قال فأدخل الرجل يده فقطعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال إن الرقى والتمائم والتولة، وده الحجاب بتاع المحبة. وللأسف الشرك خش في الحرام، زمان الغنى كان حرام، كل فسق وصف لمحاسن ومفاتن المرأة إلى آخر، الليلة جاب له شركيات. أنا ما أعرف هنا كيف، لكن في كثير من مدن السودان بيقول حفلة يختموها بالغنية بتاعت مكاشف الغوم ديك، شرك وما فاهمين حاجة، عجبتهم الدقة، الشاي شايل له رتينة واقف شوك
حمار في الطين راجل الصالحين يدول بنزيمة تلقاهم بيرقصوا. يا زول يعني البنزين ده قاطع شالوا الحمير ولا شنو؟ تمسك تاني بيجاي في السيرة يا أبشرة إن شاء الله راجل مرة. فنان تاني واحد اسمه منتصر هلالية نادوا ليه الشيخ يقرأ لي ياسين. انت ما عارف دربه يعني؟ وياسين دي دار لا شيخ. زولتين أفرى بعيد زي جنى الوزين جيبوا لي حجاب جيبوا لي بخرة. يا زول انت بزيانوس وباسطة تضبط أمورك دي دار لا شرك؟ قلت أدب ما بتعرف لها كمان؟ هوس حجاب بتاع محبة. الزول الجنى الشيخ ده ما تراه زول جاهل، لكن المشكلة في البكتب الحجاب تلقاه حافظ قرآن. يا أخي تبدأ تقول للزول ده يا أخي أخذ بالأسباب الشرعية، زوجتك دي أحسن لها، مش دايرة تحبك أحسن لها أديها هدية، عامل المعاملة الطيبة، أدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل المودة بينكما. لكن تعمل تقع في الشرك عشان موضوع زي ده، عشان مرة تقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فدي كلها أخواننا من المظاهر بتاعت الشرك الموجودة اليوم في الأمة. فده بيقول لك إنه في رجال بتاع الغيب، قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، يعني نحن بنفزع عليكم في الشدائد. عشان كده بتلقى الطرق في السودان لما تقع المصيبة بيلجوا للشيوخ والفقراء، والمفروض نحن في السودان نتعظ نخليهم لأنهم ما عندهم حاجة. يقول لك والله الأولياء دي ماسكين البلد، زي ما قال البرعي بيمدح في ناس الكريدة، قال ديل الحراس ديل الفراس للكون حراس، قال حارسين الكون، اللي بيرفع راسه ليه يواسو. كلام كله باطل وكذب، لكن نفترض انه صح. الفقراء ديل ما اشتغلوا وقت المشاكل دي ليه؟ ازمات بنزين وجاز وغاز وصفوف عيش، وين الفقراء؟ حيشتغلوا بتين. طيب انتوا وقت ماسكين الكون انتوا تفكوا لنا الغلا في البلد دي ليه؟ فكوا في امريكا عشان تعرف الكذب والدجل. قال انتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم، ايلحقني ضيم وانتم حمايتي، والهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا ان تضيع عيالكم وانتم عيال الله والامر امركم. قال الامر عندكم، وربنا سبحانه وتعالى قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. والامر امركم ده كلام المنافقين، يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله. قال والامر امركم اذا شئتم شاء الاله. الفقراء اذا شاءوا ربنا بيشاء، وقدم مشيئة الفقر على الله سبحانه وتعالى، وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. فناس خالفوا هذا الأمر العظيم المستقر الثابت الذي ما خالف فيه إبليس ولا خالف فيه الكفار المشركون الأوائل، أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر وأن الله هو الذي يحيي ويميت وأن الله هو الذي يشفي ويمرض ويسقي ويشفي ويرفع ويخفض ويعز ويذل، هو الله سبحانه وتعالى، ما غلط فيه المشركون الأوائل. الليلة ناس زي ديل ويزعموا أنهم من دعاة الإسلام وأنهم أدخلوا الدين في السودان، وإنما أدخلوا الشرك والبدعة والضلالة في قلوب الناس، خالفوا أمور واضحة، بل ادعوا إنهم هم ذات بيتصرفوا في الكون. في قناة النيل الأزرق جايبين ود الكباش
حسي جايين بيجاي بشارع بيجاي نسوان خشات القبة مسكينات ودميت قال الكباشي ذاته لما جاء لما مات بقول لك زي ما الله خلقه خيط ما فيه ولا ديل دفنوا كيف جردوا مرة واحد وقلبوا وغسلوا ودوا صابون وريحة فهمت وحفروا له ودفنوا جوا. فانظر إلى العقول إذا وقعت في الشرك بالله بعد ما ردموا تراب دعوه عشان ينفعهم ولا يضره. بعد ما قفلوا قفلوا السبيل بتاع مروقه ذات وكونه يمرق قفلوا ده ينفع كيف تاني؟ نسوان ماشات خشات القبب يشيلنا التراب والزيارة وعقائد. واحد يقول لك لا ما تتكلم فوقه يا خليك منه صالح ولا ما صالح. هل بيجوز لك انت تمشي تشيل التراب بتاع القبر وتقول فيه والبركة؟ ما بيجوز يا اخواننا. ده من الشرك والوثنية التي ما أنزل الله بها من سلطان. شكذا بتلقى الكفار متكيفين جدا من هذه الطرق التي تنشر الشرك بين المسلمين. ويجي يزوروهم مين الأمريكي ذاك يجي يزورهم فهمت؟ يزورهم ليه؟ لأنه ديل في النهاية بقت نفس العقائد، عقائد واحدة، اعتقاد في الأموال أنهم ينفعون أو يضرون. ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وكما قال إبراهيم عليه السلام لقومه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ما عنده لك حاجة، ما ماسك منك رزق، فابتغوا اطلبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. حتموتوا وتقابلوا الله، فقابلوا ربنا سبحانه وتعالى بعقيدة صحيحة بإيمان صحيح. أما العقائد في هؤلاء الأموات فإنها عقائد تقودكم إلى النار. شكذا ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وين؟ لحاق بعيد وسابقيا ورجال العلفون وود عويس وعوض الجيد وتور عفينة وراجل كدباس والصلاح وراجل السبت وسابقيا. وين الجماعة دي؟ أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. ما في، ما شايفينهم. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضاعت منهم هذه العلاقات التي نسجت وقامت على الباطل وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذا اليوم اللي قالوا لنا يا ليل ليلك جكن ولدك في جوف تمكن لرب الخيل جكن دربهم زلقيب مطيا صحي مطيا يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش وتنظم.
بجيشه ما دارين يحرروا فلسطين ولا ينصروا مستضعف من المسلمين. قال بيجوا قاطعين الصراط بالنوبة. والكلام ده جابوه في كتب، ما تتخيل إنه الموضوع ده حكايات، كلام ده عقائد بدين بهم ربهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في كتاب اسمه سراج السالكين قالوا من واجبات الشيخ على المريد ثلاثة، منها أن يحضره عند عبور الصراط. قالوا له طيب الشيخ نعرفك كيف؟ الخلائق من الله خلق آدم إلى آخر بشر كلهم واقفين في أرض المحشر. قال يعرف كل شيخ بطبل الشيخ، بالطبل، بالنوبة، تحفظ النوبة بتاعت الشيخ في الدنيا، عشان هناك قدام في الصراط ما تخش لك في طريقة تانية. طيب انتم ما قلتوا كلكم واحد، انا امسك اي واحدة وهناك نمشي مع اي ناس، مش قلتوا تمسكهم بجاي يقول لك اعرف شيخك وحب الكل وكل الطرق تؤدي الى روما؟ احنا ما ماشيين روما يا ذول، المسلم ماشي الجنة ما ماشي روما. لكن ده كله اخواننا من الكذب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولذلك الناس اللي أخذوا حق ربنا سبحانه وتعالى وأدوه للبشر المساكين الضعفاء، أكلوا الناس التراب، يبيعوا لناس التراب، ناس اشتروا تراب بقروش كثيرة، يقول لك طينة وضة الطريف للسعر، والحفير بتاع المكاشي. وجريدة الدار قبل سنوات قالت الموية طلعت من القبر بتاع عبد المحمود نور الدايم، قالوا عندها فوائد عظيمة، من هذه الفوائد أن من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا ويكون من الناجين من العذاب يوم القيامة. ورطوا الناس بأكاذيب وأباطيل، وكثير من الناس المساكين صدقوا هؤلاء المجرمين، وكثير من الناس ماتوا على هذه العقائد. شكد ربنا عز وجل ختم الآيات التي فيها الأدلة والبراهين والآيات على وحدانية الله جل وعلا بقوله: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ناس عندهم عقل. بعدها قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما يرضى في الشيخ، يخاف منه، يفديه كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين خالص، وهؤلاء حبهم حب مشتت، وحب المؤمنين لله لما له من الصفات العليا والأسماء الحسنى. وهؤلاء يحبون مخلوقا ضعيفا ناقصا يمتخط ويتبول ويعرق وينام ويضعف ويبأس ويشقى ويمرض ويموت. ولذلك والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها
من عذاب النار؟ فيقول نعم. فيقول له الله كذبت، أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، أبيت إلا الشرك، أبيت إلا تدعو غير الله، دعاء نادري كينيك كالبرق رمش يلف الغرقان سوال وينش، يمنادي نادي لسيد الحسن جبل التاك المؤتمن، إنا بخب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، إذا كنت في هم وغم وكربة فقل يا مرغني آتيك بسرعة، نادي أبو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه، هيا أبو التاية وحامد أبو عصايا زيل الحصايا وامرات كلايا، بدعوك بالأربعة والخلف الأربعة والصور المية والعشرة في أربعة، وبالبدوي ودسوقي والشعراني والسيدة نفيسة وشعوانة و إلى آخر دعاء لغير الله. وربنا قال قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعون إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك يا أخواننا القضية التي تهمنا هي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن يوصي الإنسان غيره وأن يعمل بها في نفسه أولا، وأن يعظم الرغبة في الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم هذا الدين وهذا التوحيد. عشان كذا لا إله إلا الله العلماء قالوا عندها شروط، شروط لا بد الإنسان يأتي بها، كما قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت حقا وفي نصوص الوحي قد وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه الكلمة، فكما قدمنا أن لهذه الكلمة شروط، أولها العلم بمعناها الذي هو أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ثم الانقياد أو اليقين وعدم الشك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا يشك الإنسان في أن العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الانقياد لهذه الكلمة وعدم الاستكبار، فإن من مقتضى هذه الكلمة أو أعظم مقتضياتها أنه لا يعبد إلا الله، وأن يكفر بعبادة غير الله، وأن غير الله سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة، بل عبادته من دون الله باطلة وشرك وكفر بالله، فينقاد الإنسان لذلك. وقد ذم الله أهل الشرك لأنهم يستكبرون ولا ينقادون، قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالزول اللي بيقول له أدعو الله براو وخلي الفقرة، اعتقد إنه الله براو بيعلم الغيب، ما في فكي بيعلم غيب، ما في وداعية بتعلم غيب، وديل كلهم ضلال وعلى باطل، ما تمشي للقبة تطلب الولد أو تطلب النجاح أو الشفاء من مخلوق، ما تعلق تميمة، لا تخاف غير الله سبحانه وتعالى، لا تستغيث وتستعين بغير الله جل وعلا، ولا ينقاد لذلك، فيدخل في هذه الآية. عشان كده المشركين الأوائل كانوا عارفين معنى الكلمة دي، عشان كده
قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، المعبود واحد بس، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ولما دعا هود قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ربنا قال قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، بس الله براو ودحى الكثير من الناس الليلة. قل لك الفقراء مالهم؟ بنجاوب لك الفقراء عبيد لله، الفقراء ضعاف، الفقراء بموتوا، الفقراء بمرضوا. تنادي لك زول لو اتكلمت معه في التلفون يقول لك ارفع صوتك، معقول انت تكون في اخر البلد وهو في شرق البلد وتدعوه عشان يجي يقف معك في التلفون بيقول لك يا ولدي ارفع صوتك ما سامعك؟ ده معقول ينفعك؟ مخلوق. عشان كده ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوه، تحدي، فليستجيبوا لكم اللي ادوكم اشد دايرين انتم ان كنتم صادقين. فديل ضعاف ما بتدعوهم مع الله، وربنا سبحانه وتعالى اللي عنده الخزائن، ربنا حي لا يموت، بل لا تأخذه سنة غفلة ولا نوم. علم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما المخلوق يضل وينسى ويحصل له الوهم والشك والظن وغير ذلك، فكيف تقارن الحي الذي لا يموت، الحياة الكاملة، حياة الله لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص من نوم أو سنة أو مرض أو عجز أو غير ذلك من صفات النقص، بل لله الحياة الكاملة، بل قام غيره من المخلوقات به، فلا قيام لهم إلا بربهم تبارك وتعالى. فإن الله إذا لم يعينهم ويسددهم ويقويهم على الأفعال لما قدروا عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قال العلماء لأنه لا تحول من المعصية إلى الطاعة ولا قوة على الطاعة إلا بحول الله وقوة الله. ربنا حياته كاملة الليلة تعال شوف الفقراء في السودان، الناس اللي بيندهم دول تلقى عنده عقيدة يقول لك نحن مما قمنا عقيدتنا في ده وينه؟ يقول لك مات وعقيدتك فيه كيف؟ هو ما في، هو لو في ما بيقدر يسوي حاجة، خليك من انه يكون ميت تحت التراب، الدود بياكل فوقه، ما قدر يدفع عن نفسه شيء، عفن جوا دخلوه ها جوا قسموا ورثته، الورثة بتاعت الفقراء بتاعنا السودان ديل كلهم قسموها ولا ما قسموها؟ بعض مرات بتحصل فيها مشاكل ما لاقينا من عرقهم، قروش كثيرة جدا
وفي النهاية ده ما سبب خلافنا الرئيسي معهم، لكن في النهاية قسموا له ماله. ها، فإن الله هو الحي لا وارث له، لأن كل من يموت سيورث، وأما الله سبحانه وتعالى فحي. عشان كده من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد. نقف إن شاء الله للصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله يواصل الشيخ أحمد البدوي بإذن الله.